رسالة في التوحيد للشيخ أبي منصور عبد الرحمن ابن محمد ابن حسن ابن هبة الله ابن عساكر الدمشقي المتوفى سنة 620 هجري. قال الشيخ فخر الدين ابن عساكر رحمه الله: اعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه خلق العالم بأسره الغالوية والسفلية والعرش والكرسية والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، جميع الخلائق مقهورون بقدرته، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم،